السلام عليكم، مرحبا بكم. من هاليوم اليوم ان شاء الله راح نديرو دي تارت بالفاكهه، لكن بدون قوالب، يعني ماشي شرط ليمون، لاني ما عندهاش ليمون مش يمكن يعني ما ديرش لي تارت في ليمون. اليوم ان شاء الله راح نديرهم بلا ليمون. نعطيكم فكره فقط. نبدا بالعجينه هي الاولى. عندي 125 غرام مارغرين طريه، زوج مغارف كبار تاع السكر عادي، كما تقدري ديري السكر رطب، بيضه كامله، رشه تاع خميره كيميائيه، شويه تاع الملح، مغرفه كبيره تاع الماء، ونلموا العجينه بالفرينه. نبداو بالطريقه مباشره. اذا ندير هذاك السكر مع المغداغي، نزيد البيضه كامله، ندير كل شيء مع بعض، نديرهم رشه تاع الملح، وندير معاهم مغرفه كبيره تاع الماء. اذا ها هي مغرفه تاع الماء. هذه المغرفه تاع الماء واش راح دير لنا؟ يعني راح تخلي لنا لي طارت تاعنا يشدوا رواحهم شويه. اذا نخدم هذه المقادير مع بعض. طبيعة الحال مارغرين تكوني خرجتيها من قبل تكون طريه، انا نفضلهم بالسكر عادي. تمد لنا واحد القرمشه للعجينه بهذه الطريقه. نبدا نزيد في الفرينه غير بشويه، ندير كميه تاع الفرينه، وندير يعني حوالي رشه تاع خميره كيميائيه فقط، يعني ما تكثريش الخميره كيميائيه. نفتح الكيس فقط. اذا ندير حوالي نص مغرفه صغيره فقط، ما نكثروش، ونبدا نلم في العجينه تاعي. الله غرام تبعو غاليين لي طارت، جربي كيفاش تجهزيهم في الدار، راح يستقاموا لك اقل، وبنانه لا تعبر، يعني ناكد لك في هذه النقطه هذه. اذا نلموا العجينه، نبقى نزيد في الفرينه حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد. هنا بعد ما لميت العجينه تاعي، ها هي، المهم تكون طريه وما تلصقش في اليد. هنا نحبسوا الفرينه. اذا بعد نحكم كيس بلاستيكي نحكم هذيك العجينه تاعي، ونجرب كيفاش نفتحها. اذا نكون شويه خشينه، يعني ما نرقوهاش، يعني ما نديروهاش كيما الصابلي رقيقه، نديروها شويه خشينه، لانه حنا ماشي راح نديرو في ليمون ها اليوم. الفكره تاعنا ها اليوم ان شاء الله راح تكون دي تارت بلا ليمون، عاد نساعدو كامل الاخوات. كاين ناس ما يقدروش يشروهم، كاين ما يصيبوهمش. اذا نفتح العجينه شويه خشينه. اذا انا خيرت هذا الكوبر هذا تاع القطاعه، انت خيري الكوبر اللي حبيتي. كاين اللي يحبوا لي تارت صغار، كاين اللي يحبوهم كبار، كل وحده على حساب الرغبه تاعها. يعني شوفوا الخشن تاع الحلوه تاعنا، يعني هذاك هو، مع تزيد تخمر شويه راح تجينا هذيك هي. اذا نكمل نطبع كامل حبه التوعي. اذا ها هي الكميه اللي قطعتها لي، درتهم انا شويه ملاح يعني يجوا باينين، ندخل الفرن 180 درجه حتى يحمروا، نحبهم حموره طايبين، نخرجهم ونكملوا الوصفه. الوقت اللي العجينه تاعنا راهي طيب، نوجدوا الكريم باتيسير تاعنا اللي راح نديروها نهار اليوم. واش راح نحتاج؟ راح نحتاجوا نص ريتلة تاع الحليب اللي هي 500 مليلتر، زوج مغارف كبار معمرين تاع فارينه او المايزينا اللي هي يعني حوالي 50 غرام. نحتاجو هنا 4 مغارف كبار تاع السكر، زوج بيضات كاملين، ولافاني من الاحسن ليكيد، ما عندكش ديري بودره. نبداو بالطريقه مباشره. نحكم مكسرونه. اذا اول حاجه نبدا بالبيض هو الاول، زوج بيضات، ندير معاهم هذاك السكر، اذا نخلطهم مليح. اذا من بعد نضيف عليهم هذوك زوج مغارف كبار تاع فرينه، اذا نخلطهم مع بعض حتى ينسجموا لنا كامل المقادير، يعني باش الكريمه ما تجيناش فيها هذوك الحبيبات اللي تغيموا. تبعوا هذه الطريقه، ونبقى نزيد في الحليب غير بالعقل، وانا نخلط. الفاني ما ديرهاش في الاول، يعني الا كنتي حطيبيها عمرك الا ديري لافاني في الاول، دائما لافاني نخلوها في الاخير. اذا نبقى نزيد في الحليب وانا نخلط بهذه الطريقه، من بعد نديرها فوق النار. اذا نديرها فوق النار، نبقى نخلط غير بالعقل حتى يسخن لنا المزيج تاعنا. حبيتي تعني تسرعي العمليه، الحليب ديريه يكون دافي. اذا نبقى نخلط حتى تخثر. اذا هنا ما تحبسيش تخلط، الكريمه تاعنا راهي بدات تخثر كما رانا نشوفوا، راني يعني تحسي بها. الخليط تاعنا مازال ما بداش يغلي، لكن راهي بدات تطيب لنا بهذه الطريقه. تحصلوا على كريمه تكون رطبه.
يعني غليه الاولى ونطفي عليها. ها هي معنا، ها هي بدات تغلي كما رانا نشوفوا، يعني الفقاعات الاولى نطفي عليها وندلها حوالي مغرفه كبيره تاع لافاني السائله، من الاحسن السائله هذه خشروها وخبوها فقط للتحليات الكريمات من هذا النوع. اذا نفرخها في طبق امامي تاع الزجاج، نديرها كامله. اذا ندلها لو فيلم لكن يكون ملامس للوجه، علاش؟ باش ما تعرقناش هذيك الكريمه وما تشكلناش الماء وما تنشفلناش هذيك القشره الفوقانيه. اذا ونديرها تبرد مليح في الثلاجه، اذا الوقت يتبرد لي مليح الكريمه ويبردوا لي فون دو تاغ تاوعي نرجع لكم. اذا من بعد لي فون دو تاغ تاوعي خليتهم طابوا مليح، هما هاد الدوائر شوفوا كيفاش طابوا لنا. وعندي هنايا الكريمه تاعي لازم تكون بارده مليح، مام هي. اذا نحكمها، نعاود نخبطها بهذه الطريقه بالفوي، يعني غير الفوي شوفوا كيفاش تحصلوا عليها. فريمون يعني كريمه روعه، قلتلكم شحال من نوع تاع كريمه. راني دايره كريمه بلا بيض، هذه فيها البيض، ونعمرها في لابوش ونبدا نزين الحل لي طاغ تاع نهار اليوم. اول حاجه عندي هنا شويه تاع الكاوكاو محمص، يعني واش عندك مكسرات تستعملي. نحكم هنا عندي شويه تاع لاجولي، اذا نحكم هذوك الدوائر ندلهم لاجولي كامل في الاطراف. ما تقدري ديري معجون، نعطيكم افكار فقط ومن بعد نتوما طبقوا. اذا ندلها لاجولي كامل صاير داير باش يجينا الشكل تاعهم شباب. وندلهم مكسرات، انا عملت كاوكاو في الاطراف هكذا باش يجونا شابين بهذه الطريقه. اذا نكمل الحبات اللي عندي. من بعد ما كملتهم كامل هنا باش راح نزين، حنزين بالفريز والبنان. اول حاجه نعطيكم فقط واحد الفكره كيفاش نزينو تاع نهار اليوم. نحكم الحبه تاع الفريز كما رانا نشوفوا، نقطع هذا الفوقاني نخليها على جهه، من بعد نقطع دوائر تكون رقيقه من الفريز بهذه الطريقه. من بعد راح نشوفوا الطريقه، راح تفهموني واش راح ندير. اذا دوائر تاع الفريز بهذه الطريقه. من بعد نبدا نزين في الطاق تاعي. الكريمه تاعي درتها في لابوش، اذا ونبدا ندير كطبقه رقيقه فقط بهذه الطريقه. يعني انا خيرت هذه، ما خيرتش مشرشره، لكن التزيين يبقى اختياري. اول حاجه نبدا بالدوائر تاع الفراز على الجوانب بهذه الطريقه، عفوا، يعني الحبه ماشي راح تدي ليه بزاف كما انا نشوفوا بهذه الطريقه. من بعد ندير في الوسط دائره تاع الماوس، وهذاك لو شابو اللي نحيته تاع الفراز بهذه الطريقه، يعني كفكره فقط. ها هي الطارت تاعنا كما انا نشوفوا. في الاخير سخنت لاجولي، لازم تسخنيها شويه، وندير يعني كوش على هذه الفاكهه هكذا باش تبقى لنا محافظه على اللون تاعها ويعطينا طعم لي طارت. يعني اذا ها هي الحبه تاع الطارت معنا واجده. نكمل كامل الحبات اللي بقاو لي ونعاود نرجع لكم. بعد ما كملتهم كامل عملت لهم الناباج، نديرهم يبردوا مليح باش نقدمهم. اذا لي طاغ تاع نهار اليوم هما معنا، خليتهم بردوا مليح، نخليهم حتى يبردوا باش تقدميهم كفكره جديده. توجدي لي طاغ في الدار ما يكونوش عندك لي مول، يعني ماشي عذر انك ما توجديش لي طاغ لوليداتك ولدارك ولنفسك. ها هما معنا، يستقاملك باقل ثمن من انك تشريهم. احنا نقسم لكم فقط منهم شويه يعني باش تشوفوا العجينه كي تكون جديده راح تكون فيها واحد القرمشه مع اذا مع هذيك الكريمه. يعني شوفوا معايا، ها هي روعه روعه روعه، خاصه كيكونوا جدد. انا نحبهم بزاف كيكونوا جدد. نتمنى انكم تجربوا الوصفه بالصحه فطوركم، والى اللقاء.